لدينا اتصال مع الشيخ علي الحاتم احد شيوخ عشائر الانبار من ساحه الاعتصام. مرحبا بك شيخ علي، وفي جلستنا الحواريه كيف تنظرون الى حجم التظاهرات شيخ علي، وما هي ردود افعال الحكومه تجاه تطلعاتكم ومطالبكم اللي عبر عنها الجماهير الان في محافظات المنتفضه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحييك اخوي. احنا بالنسبه لنا المظاهرات مستمره، والاعتصامات هي بالاحرى وليس مظاهرات. ثانيا والاهم من هذا كله انه المالكي بدا يتخبط. اولا قال كلمه مو قدمه على اسف، يعني ولو هي تحراها منا ومن حكومته، قال انتهوا قبل ان تنهوا. زين، لا احنا انتهينا ولا هو قدر ينهي شيء. لا، الرساله الاليه اللي وضحت للشارع صمود الناس بين من هو الفقاعه، الحكومه والمالكي على شاكلته. ناس جينا على الدبابة وجابتنا ايران وامريكا وقعدتنا، احنا شعب ولنا الحق ناخذه، عرفت؟ عندنا خيارات مفتوحه كثيره جدا من الله من طينا، بس هو محدد بخيار واحد، اما يلبي اما يتصادم مع الناس، ما عضل عنده شيء هو، اذا هو قادر على شيء خليج هذا الحكي كنت وقت اقول لك، احنا لحد الان لا نستخدم السلاح ولا نستخدم القوه، احنا عندنا مطالب، ولكن اذا ما فرض عليهم القتال والله المالك راح يودي البلد في دوامه ما يعلمها الا الله، عرفت؟ فتنزيداته قلت لك اياها وهسه راح ارد من قناتكم ارد على المالك اقول له اذا طالع بيدك شيء لا تقصر اخوي، تعال سوي اللي تسوي، ما احنا بحاله، يا اما ينفذ يا اما يطلع. والله اخي احنا كل شيء نعرف، وانتم تعرفون قاتلنا الارهاب ونعرف توابع الارهاب ونعرف توابع ال- 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 الخيوط اللي كانت تلعب به ايران عبر من، لذلك ما كان احد اصلا، ما كان احد يقدر يتجرع على المظاهرات او غير مظاهرات الا بعد ما شافت الحكومه عاجزه، فبدات تطقق المفخخات تحتال الناس وبذريعه تشوفوا المظاهرات مال المناطق هذه اللي يعودون الارهاب. طلبنا اصبح واضح، واليوم في هذه الجمعه اعلن كل المتظاهرين والناس يقول لك اسقاط المالكي، يجب ان يخرج المالكي، المالكي كذب على الشعب. والله اخي هذا 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 انسان تعلم على خلق ازمات، سياسته اخذت من ايران، يخلق ازمه وينتقل الى اخرى بدون ان يحل اللي قبلها، وهلم جر دائما يفتعل سياسه افتعال ازمات، هذا يفعل ازمه ويسويها طربنقه ورا 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 ظهره ويعوفها لو يحفى ويهبه، ما يقدر يركب الانبار لا هو ولا سياده ايران. عارف ليش؟ لان دائما تعلم يطلع يكذب يكذب، اخر شيء ما خوف صدق نفسه، قلنا احنا نشك بنفسنا، خاف احنا غلط. هذا الامر كافي، احنا متعبنا، يريد عنده شغلتين، اما ينفذ مطلبنا ومطلبنا الان اصبح المالك يطلع، يلا حتى مطالبنا بعد ما حيدورها.